السلام عليكم ليديز اند جنتلمان. تأملات في قبة في ضريح نجم الدين أيوب الصالح، نجم الدين أيوب. بص يا سيدي، ببساطة كده، النجم الصالح نجم الدين أيوب كان عنده ابن اسمه طرنشاه. أول لما ابتدى يكبر شوية كده راح بعته على تركيا في حصن اسمه كيف، حصن اسمه كيف. قعدوا شوية هناك عشان هم الملوك بيعملوا كده، يبعتوا ولادهم بره عشان يشدوا عظمهم ويكبروا. كانت الإشاعات بتقول إن الولد ده فاسد عشان كده هم بعتوه، لكن الكلام ده ما كانش مظبوط. المهم مات نجم الدين أيوب. مين اللي كانت مراته؟ طبعا شجرة الدر. شجرة الدر دي يا سيدي كانت أرمنية وكانت ست زي القمر. المهم اتجوزها، المهم ما خلفش منها. المهم يا سيدي بعد ما مات شجرة الدر كانت عايزة تحكم، وبرضو الوقت ما كانش مظبوط، كانت الحملات اللي احنا بنقول عليها الصليبية بالغلط الأوروبية هي كانت ابتدت تدخل مصر، الحملة السابعة، فعايزين حاكم شرعي للبلد. قبه راحوا باعتين لترانشاه، ترانشاه جه هو والمساعدين بتاعه، قالوا الواد ده لعبي كده وبتاعه ملوش لازمة، ممكن يبقى تحت طعنة. الكلام ده ما حصلش. ترانشيا كان مثقف وكان قاري وكان نهم وكان بيحب مجالس العلم وكان جايب معاه مساعدين. المهم ان ترانشيا واحده واحده ابتدى يشيل المماليك ويحط المساعدين بتوعه. الكلام ده طبعا ما عجبهمش شويه وراحوا عاملين عليه مؤامره، وهو قاعد بياكل راحوا قبه المماليك حطوا عليه، وقبه دب 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 هرب منهم. كان في برج خشبي دخل جواه فضلوا يربوه بالسهام، وبعد كده راحوا مولعين البرج باللي فيه يعني جواه، هرب برضه عرف يطلع منه، وصل للنيل برضه فضلوا يكملوا فيه لحد اما قطع رقبته. هادي يا عم قصه ترانشيا والنجم الصالح نجم الدين ايوب. النجم الصالح الملك الصالح يعتبر من اقوى الملوك الدوله الايوبيه بعد صلاح الدين على طول. وخلي بالك ان الحركه بتاعت المماليك دي كانت بدايه دوله المماليك فعلا اللي قعدت 270 سنه، بس هم ابتدوها بالدم وهي فضلت ماشيه معاهم بالدم. اغلبيتهم مات مقتول، واللي ما ماتش مقتول فيهم كان قاعد بيفكر الف مره ان ازاي هيتقتل. هي كانت ماشيه كده، وتلك الايام نداولها بين الناس. شكرا لحسن استماعكم، وان شاء الله المره الجايه اجيب لكم حكايه جديده. هاف ا جود تايم وسي يو ليتر. السلام عليكم.